اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، جيتكم مقطع جديد. اليوم جاي لكم مقطع لروكت ليج. ادري اني ساحب على القناه، لكن اللي شاف مقطع الاخير يعرف انه مرضت والى الحين، لكن الحمد لله يعني على شرف التشافي باذن الله. فدعواتكم وبالتوفيق اللي عنده اختبارات وزي كذا. قبل ما يبدا المقطع، لايك اشتراك، فعلوا زر التنبيهات، اهم شيء. فاغلب اللي يشوفون المقاطع ترى ما اشتركوا، وما ادري ليش ما اشتركوا، فاشتركوا بالقناه الله يسعدكم. خلونا نوصل 800,000. والله طولنا مره. اليوم هو اليوم المنتظر بالنسبه لي، نزلت البي ام دبليو اوكي في الايتم شوب. قبل ما تشتري كريدت لازم تعرف ان روكت ليج اكسشينج انترو في البدايه من ارخص مواقع روكت ليج. ليه اذكر روكت ليج اكسشينج؟ لانه يبيع الكريدت ارخص من اللعبه بكثير، فانت تبغى 2000 كريدت راح تشتريها بسعر خرافي من روكت ليج اكسشينج، وهو كذا في كود خصم بي اس ال راح يخصم لك 3%، مثل ما سويت انا الحين مع كريدت اللي سويته. شريت بروكت ليج اكسشينج كود خصم بي اس ال، وفدت نفسي وراح استفيد انا بنفسي من ناحيه الخصم، فرق عن اللعبه مره. كود بي اس ال هنا راح يفيدني في الايتم شوب روكت ليج وفورتنايت. خلينا نروح على بي ام دبليو نشوف كم سعرها. يا رب انه مو بغاليه. ب 1100 بس؟ ديل. طيب ما لنا ب 1100. في بوست على الانستغرام راح ينزل، اوكي؟ شاركوا فيه وفالكم التوفيق. بعد يومين ثلاث ايام زي كذا راح يفوز واحد منكم بالسياره. ادري انه المفروض احط ثنتين ثلاث، بس عاد شو نسوي؟ وان شاء الله يعني ان نضبطكم مسابقات جايه، بس هذه مسابقه خفيفه كذا للبي ام دبليو. خلونا نشتريها بسم الله. والله شيء رهيب، شوفوا البندل حقه جامد. يعني ست اشياء سعر 1100. ديل. الحمد لله انا عندي كريدت من روكت ليج الحمد لله يا رب. بشغلكم بس والله صدق يا اخي. هذه البي ام. هلا بي. والله تمنيت انها بي ام الثانيه، البي ام دبليو 740 شيء زي كذا، بس هذه مش بطاله صراحه. والله على 1100 كريدت والله مش بطاله ابدا. ناسي معها كفر ولا؟ والله ديم، والله ديم. متحمس اجربها في الجيم، فبسم الله خلونا ندخل على الجيم. احنا نلعب ثلاث جيم ومنها نشوف السياره. اوكي. اوكي. هذا ليش يصدم؟ هلا في شكله. نايس، نايس. كلاس 1. تكفي خوي. لا لا تكفى، لا تقول لي هدف. نو بروبلم. يعني خوينا جاب لي هدينا. برا يا خوي، برا برا برا. تكفى. كلاس 1. تيك ذا شوت. تكفى. خوي. يو. عطى مستح. يعني. خلاص جي جي نايس. والله تمنيت اني ما اطقها زي كذا، طقتي خايسه. وات وات ايش قاعد يصير؟ تكفى. الله عليه الله عليه، جريت باس. لما انا طقتي خايسه جدا حقت الجول، بس اهم شيء جت هدف. بطن السياره. امشي روح. الله ليت ما طقيتها. نايس. بنيت هدف افضل من كذا. كريت باس. يجي ويل بلاي. وي والله كذب. يا ساتر. يو والله كادت. قالك نايس شوت. يعني نايس نايس. والله ودي بهدف جامد يا شباب، ودي بهدف اير دريبل، اير دراج، اي شيء، بس هاجه فيني ما ادري ايش وضعي. يا ساتر. اوكي جول. نو بروبلم. يعني ما ادري شلون ضيعها هذا. يلا هاسستي خوي. ما محبوس. روح يا ساتر. تكفى. نايس شوت. اسطوره اسطوره. ما في حل انك تصدم، خلاص هرمنا. هذا الامانه نشبه 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 مبنك هنا نفس الوقت. ما في كوره اخذها، بوست ياخذه، كل شيء ياخذه. اخذ البوست. انا اتكلم عن ذا الشيء، وهذا اخذ البوست بعد. تكفى روح. يا ساتر. جولك. ليش راح المرمى ليه؟ لوك.
روح نايس ايوه. لا يا اخي تكفى. لا جي جي هدف. ايه يا بوي الخف من الطقه للامانه كنت ناوي ابنش اقوى من كذا بس اوكي بذكاء بذكاء يبان لك كريت بس والله معليش بس المفروض اني صادمه غش هاي يا اخوي ما تتحمس ايوه لا خليني تبوس والله خليني تبوس هذا حق داري هويش له يو واتسيف والله واتسيف اوكي جول يو الله هجت رسميا اوكي هجت اخوينا بعد يو سلام روح لا برا هجت هجت كنت ابغاها يعني دبل تاتش بس مره ما هي دبل تاتش حتى لو جت لمسه ثانيه بتكون خفيفه خوي خوي لا تستعجلش ما تستعجلش امشي الصمله يا شباب الصمله شوت لا لا خوي نو بروبلم نو بروبلم نشوف اللمسه نية كانت صدمة ترى يعني عشان ما يلمس الكرة جي جي والبليت الله البليت أنا ما أدري شلون فجرني بس شكرا لك إنك رجعتني مرة نويس كازون حرام تكفى هدف نايس شوت والله نايس شوت والله مش بطاله والله مش بطاله يلا قوم يا الله لازم ناخذ بوست عنهم هات خوينا جاب لي ذا جاب ايش وضعكم اوكي خوينا ايش هو كانت بعيدة والله والله كانت بعيدة انشب انشب تكفى انشب 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 يا خوي بس ابغاك تنشب حلو يو واتس سيف واتس سيف والله يو يشوت وات والله يشوت ما توقعته بس ميت السيارة شوي شوف كيف يا ساتر بي ام ذكرني بالنيسان جي تي ار والله على ذي الشوتات ذكرني فيها صراحه السياره ما هي بذاك الطول اوه نايس شوت كذا خوينا تفلت فجاه سبحانك ربي طلعوا طلعوا نايس اعطي جيم اخير والله ما يحتاج يعني اقول لكم قديش السياره جابتني باخر الايام سبحانك ربي المفروض تعجبني من البدايه بس عاد شو نسوي وصلنا للتشامبيون 1 ديفجن اي في ايوه نايس شوت بس نايس شوت يا عيني يا عيني خوي يا عيني اوكي كلازون والله يا القهر تكفى نايس شوت الله نايس كذا كذا اللعب الحماس يا اخي تو يجي على اخر الجيم حرام يا اخي تكفى ما تفيك وتسيف ناخذ البوستات حقتهم كلها جريت باس زرفت الهدف كان كباس يعني نظره كذا قاعد يتصرف غصب ايزي يعني يعني خوي اقسم بالله اسطوره يا لا 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 اوكي صرف هدفي زي ما صرفت هدفه بس جيب الجره كيف يو والله نايس
والله العظيم شوفوا، فهذه انا محظوظ. شوفوا كيف يعني جرت بالاول بلكت الثاني وسميني 1 2 3 فورفيت ترى قهر. اوكي الا بجيب هدف مالي دخل. شوف كيف انشبت عند الكوره يا ساتر. صمله يا شباب يا ساتر لو جت يا ساتر. يا الهدف يا النهاية مقطع يا ساتر. وش ذا؟ اعوذ بالله. جي جي والبليد اقسم بالله متعه شكل مو طبيعي. يعطيكم العافيه يا مشاهد، ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. لا تنسون لايك اشتراك فعل زر التنبيهات، واذا عجبتكم سالفه البي ام ما بي ام لا تنسون تشاركون في الانستغرام، تتابعون الانستغرام ولايك على اخر صوره كومنت كذا تكون شاركت. يعطيكم العافيه ونراكم على خير في امان الله. السلام.